كام سنة؟ 47 سنة. 47 سنة؟ اه 47 سنة من سكان المقاومة. اه بقالي كتير قاعدة. أظن ورد عليكي ناس كتير من سكان المقاومة. كتير غلابة وقاعدين، وفي ناس مبسوطة فيها وناس غلابة فيها. في ناس بتدفع إيجار ب400 و500. ما حاولتوش ترجعوا للمحافظة، ترجعوا للأحياء؟ لا والله أبدا، ما كتير جم زينا ولا بيعملوش حاجة، يدونا ورق ويكتبوه وما بيعملوش حاجة. يعني إيه مثلا؟ زيكم يعني، بيدونا الورق يقولوا هيديكوا شقة ويديكوا حاجة، ما بيدوناش حاجة. يعني مثلا بيقولوا لكم على شقة وفي ناس بتاخدها على حسكم ولا؟ ما ولا ما إحنا رحنا السيدة عندكم، في ناس خدت وناس لا ما خدتش في الورق بتاع زمان أوي. ما أعرفش والله. لا ايام مبارك، احنا من ايام مبارك وشكرا. ايه واللي خدهم؟ معرفش، ناس خدت وناس ما خدتش. انا والواحده فيهم ما كنت بقدم، ما خدتش. طب وما خدتش ليه؟ على يمكن ما خدتش والله. لا والله ما خدتش. حاوليش يوفرلك اي سكن؟ لا والله قدمت كتير ورحت بالورق ما عملش حاجه. وعشان هنا زي وسط الماء اللي هجمت على الاموال دي، ما هنعمل ايه؟ عشان زي الناس ما عايشين هنعمل ايه؟